اهلين بالمعلم. اهلين يعطيك العافيه حمدو. الله يخلي لنا وياك يا رب. شلونك برغوت؟ الحمد لله دائما داعي لك وبين ايديك معلم. شلون الاحوال ان شاء الله؟ الله يخلي لنا اياك يا معلم، طالما انت فوق راسنا عايشين مستورين. ايه سيدي، جبتوا لي الكلفه التقديريه لتغطيه عمليه الانتخابات. معلوم سيدي، جاهزه. لك وينها؟ تفضل. شرفوا سيدي. تسع ملايين؟ هذا مبدئيا سيدي. معلومكم بدنا ننصب خيمة وعزايم وولايم وعراضات وسيوف وترس وسجاجيد ومهرجانات خطابية وإكراميات مخاتير وإطعام ورواتب وكلاء صناديق. لا تقولوا سيدي، هذا كله بيجمعها. ولا تنسى حق الأصوات معلم. برابو عليك يا برغو، هي أهم شغلة سيدي، حق أصوات الناخبين. ليش قديش رح تدفعوا على الصوت؟ 1000 ليرة. مو كتير 1000 ليرة؟ يعني أنا كل الناس بتحبني ورح تنتخبني بدون مصاري، بس عند الضرورة معلش ادفعوا مشان تكون هالمحبة إلها مقابل. والله يا سيدي، والله بالزور لحتى قبل المختار بهالسعر. وكم صوت رح يأمن؟ على قوله بيبون على 700 صوت. ايه 700 صوت مناح، هذا طبعا من حارتنا مو هيك؟ طبعا سيدي، ولسه في حارات تانية ومخاتير تانية. ولا تأخذني، كله كرشه كبير وكله بده يقبض ويبلع. يعني وبسلامة عرفكم سيدي، الانتخابات موسم وسوق. كلفة الخطاطين بالمكفى. نعم عم قول كلفة الخطاطين بالمكفى. طبعا، لأنه ما بتجيهم هالمناسبة إلا كل 4 سنين مرة. على كل حال معلم، هي كلفة الأسبوع الأول، وبدنا 9 ملايين تانية بالأسبوع الثاني. لأنه بالأسبوع الثاني بتحبك حبك. نعم عم قول بالأسبوع الثاني بتحبك حبك، وبيرتفع حق الصوت وبينباع بالسوق السوداء كمان. اي لك. نعم سلامتك معلم، لا غنى عنك. طيب انا رح سلم المبلغ لابو شاكر وهو بحاسبكم. لا وجيه بيك، دخيل عرضك لا تسلم ده لابو شاكر. وليش بقى؟ سيدي انا ما بحب احكي عن الناس، بس ابو شاكر، ولا تاخذني بهالكلمه، زمته واسعه، يعني راح يحاسبنا بشكل وراح يقدم لكم حساب بشكل تاني. هلا ابو شاكر زمته واسعه؟ ايه نعم سيدي، وانا بحطه بزمتي كمان. في عندك اثباتات؟ لا سيدي اثبات ما في، بس انا احساسي بيقول لي انه هالشخص ملوفه ومزعبير. ما بتتذكروا سيدي شلون السنه الماضيه قدم كشف مزور بتضمين البساتين؟ اتفق مع المرابعين والضمانه شكل وقبضكم شكل. هلا شو بدنا بهالحكي؟ عندكم اثبات مادي ودليل حسي؟ ما بعرف، بس طالما ما في دليل فالاحسن تضلك ساكت وخلي المحاسب ابو شاكر يشرف على عمليه الصرف بالانتخابات. طيب سيدي انتو سلموني اياها مقطوعه. لا مقطوعه ولا ممنوعه، هيك احسن. لا حول ولا قوه الا بالله. هذا الحساب اللي كنت حاسبه معلم. نعم لا غنى عنك سيدي. بس يا سيدي بهالطريقة خايف تنتزع الطبخة وتتربط ايدينا وما نعرف نلم اصوات. وليش بقى؟ لانه اذا كان طباخنا جعيس اشبعنا مرأة، وابو شاكر بده يهلكنا بكره بالسؤال عن الفواتير. يعني اذا رحنا بالتاكسي بده فاتورة. طيب شو بدنا نقول له بكره للناخب؟ وقعلنا على وصل انك قبضت مشان تعطي صوتك لوجيه بيك. طيب والعمل؟ يا سيدي أنا إلي عم بشتغل عندك 5 سنين وبكل شرف وأمانة، بقى بدي ميزانية مفتوحة وعلى قد السوق من سوق. طيب حمدو اترك لي إياها يومين تانين حتى أفكر. بتأمروا أمر معلم. السلام عليكم. الله معكم، مع السلامة. لا تأخذني يا مدام، بس الامر ضروري كثير وخايف افتح هالقصه لوجيه بيك يظن انه في الي غلط خبيث من وراء. خير شو في يا ابو شاكر؟ حمده خيزراني وجماعته عم يزودوها كثير على البيك، وبصريح العباره عم يسرقوه، وهدول جماعه ما بيتامل لهم وتاريخهم مشبوه وماضيهم اسود. لا وفوق هالشي عم يتهموني انا بالايد الطويله والذمه الواسعه. شو هالحكي؟ لهالدرجة وصلت معهم؟ وما لقوا غيرك يدقوا فيه؟ بقى يا مدام الله يستر عرضك، أنا ما بدي يشوهولي سمعتي عند البيك
لاني والله على ما اقول شهيد، بفدي البيك بدمي وبمالي وبحط اولادي الاربعه قدامه حتى يقرف رقبتهم واحد بقى الثاني. اي والله. تسلم يا ابو شاكر. لا مش هيك، لانك حضرتك والبيك بتمونوا على هالرقبه والله. الله يسلمك يا ابو شاكر. على كل حال ولا يهمك، انا رح اتصرف. انت حط ايديك ورجليك بمي بارده ولا كلك فكر. ايه دخيلك، لاني بخاف تقطع رزقتي وتتشوه سمعتي. فشروا، ما حدا بيسترجي يشوه سمعتك. انت صار لك عنا 8 سنين، مو معقوله نستغني عنك ولا بشكل. الله يعزك يا نريمان خانم، قسما بالله انا ومرتي سهيله ما عندنا شخص اعز منك بهالعالم. والله لو تطلبي منا المهجه بترخص لك. وربي يشهد. تسلم يا ابو شاكر. ولو اقل منها يا مدام، إلها بكتافنا انا واهل بيتي، من خيرك ومن خير البيك الله يخلي لك يا. الفضل لله يا ابو شاكر. يا سعديه هاتي بوزة. السلام عليكم يا شباب. السلام عليكم. لك العمى بقلبك العمى، لك ليش عم تلحش مرتدين كثير بالسندويشة؟ بكفي قطعه وحده، شو الشغله للشبع؟ لك كلها تسكيت الجوعة. كم سندويشة لازم نساوي معلم؟ ضلوا لفوا لحتى يخلصوا. تومو يلا شو؟ يلا اشتغل انت كمان. مرحبا يا شباب. اهلين معلم. كمك لعنا بمناطق الاقتراح صار؟ لك فوت لسانك لحلقك، لك شو بدك بهالاسئلة؟ عم نسأل. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيكم العافية. ايه بدها همة يا شباب، الله يرضى عليكم. يلا. ايه اهلين ابو شاكر، شو وينك يا منظوم؟ ما عاد شفنا هالوش، صرت باعت لك 4 مراسيل من امبارح لليوم. اي اجي، شعني بين ايديك. ايه لكن يا عمي، صارت دقنة بايدك. لا ما في شيء من هاد، كل واحد دقنه بايد حاله. قل لي شلون الشغل معك؟ الشغل فوق الريح. ولك اخ بس لو طاوعتني واشتغلت انا وياك بجهه وحده، بس انت ما بعرف شلون عقلك. شو مالكم حاطين مرتديلا بالصندوق؟ شلون بدنا حاطين؟ حاطين لهون وصلت معك لك حمدو. ريحتها مرتدلة ايه، بس ما فيها ولا قطعة. هلا خلينا بالمفيد، انت شو بدك بهالشغلة؟ شو هو المفيد؟ هلا هي لبنة يعني؟ هيك؟ القطاط بحطوا لهم مسحة أكثر من هيك؟ هلا بلا تنقير، وهات 1,700,000 ليرة وهات لأكتب لك فيهم وصل. وليش 1,700,000؟ نفقات إطعام وكلاء وجبات سريعة للمندوبين وأجار السجاد وكراسي خيزران من حارة الورد وخلافه. بس هيك كتير، ما بتقدر تمشي حالك ب700,000. لك ليك للعلاك المصدي ليه؟ لك انت شو مفكر بدي أخذ المصاري وانتحشى بجيبتي دحش؟ ولك أنا بدي أدفع حقوق الناس؟ لك انت بتعرف قديش أجار فرقة السيف والترس؟ ما اختلفنا، بس المبلغ كبير كتير، ما حتقدر تقدم فيه فواتير. ولك لسه بيقول لي كبير. لك حبيبي البيض ما بينقلع الا بالسمن العربي، ووجيه بيك مقامه كبير ولازم الاحتفالات تليق بمقامه. لك لانه وجيه بيك هاد مو سمان عنا بالحاره. لك كانت باطله ومحوله الساعه اللي حطك فيها مسؤول مالي بالانتخابات. المبلغ كبير اخي، كبير كتير، ما بدفعه الحاني بالشاي يا ولد. لك شو انت فاسد بتمك كلمه كبير؟ لك والله كانه عم تدفع وتتكرم علينا من جدنا. لا حبيبي مو من جيبتي، بس انا المحاسب وجيه بيك مفوضني ومأمنني. يعني وجيه بيك مخونني؟ هال مأمن وقال لحشات الذكر ما بأمنك على دكة الباسي. شوف عمي، عجبك ما عجبك روح اشتكي لوجيه بيك، انا ما دخلني. ايوه ولا ولك صار لك لسان تحكي يا قط وعم تعمل معلم علي؟ انا مالي معلم. ها مالي معلم، هات الشاي يا ولد. لا ابو شاكر، انت زمتك واسعه، واللي زمته واسعة بيفتكر كل الناس حرامية مثله. لا حبيبي أنا زمتي مو واسعة، أنا زمتي نظيفة وأنظف من التلج الأبيض. هيك ولا أبو شاكر، يلي بيشرب لبن من الزبدية بيبان على شواربه. والله ما في غيرك اللي عم يغرف من لبن الظرف، وما
مفكر كل الناس مثل حكايتك. لك اخراس وبلا فلسفه، بدك تدفع المصاري ورجلك فوق رقبتك، يا اما قسما بالله بخربط لك هالواجهه وبجعل الله ما خلاك، فهمت ولا لا؟ هلا لا تزودها، هي عم فهمك. ها انا مالي قد حلقك العريض، انت زلمه خريج حبوس والعياذ بالله، ما بدك تقبض لقبضك، ما بدك، انت حر. هيك عم تحكي؟ ايه بسيطه يا ابو شاكر، بس بدي اياك تعرف انه ديكين على مزبله وحده ما بيجتمعوا. ها انت وحدك ديك المزبله، انا والحمد لله بعمري ما عرفت القرش الحرام. راح تسكت له معلم؟ راح اسكت له كرمال وجيه بيك. انا وجيه بيك بفدي بدمي وبحافظ على ماله اكثر ما بحافظ على مالي. مو بس انت، وانا كمان بحافظ على فلوسه كانه فلوسي واكثر، وهيك كل شريف بيعمل. بس يا عبشو ما عليك، انت بتدعمك النسوان مثل ناريمان خانوم، اما نحنا شو عم تقولوا؟ لا شو عم تقول؟ بس برغوت انت روح واقف على جنب، هيك قصص لا تدخل فيها. سيدي اعمل حالنا البل. خلاص ولا وش بالشاي؟ روح. طالما بتحرص على مال المعلم، فيك بتقلي منين جبت هالفيلا اللي بدروشا؟ الفيلا مو إلي، لمرتي، وكل الناس بتعرف إنه ورثانتها عن أمها الله يرحمها. بس أنت فيك تقلي منين هالبناية اللي بالمهاجرين؟ بقى خلي الطابق مستور بيكون أحسن. وين الشاي يا ولد؟ نسوي وجيبي. إن شاء الله ألف مبروك يا روحي. الله يبارك فيكي يا عمري. مبروك نجاحك بالبرلمان. الله يبارك فيكي، هذا كله بوقفتك معي وجهودك. ليش أنا شو سويت؟ قلي قديش كلفتك هالداكة؟ يعني حوالي 30 مليون. أوف، مو كتير؟ الحقيقة كتير، وما بعرف كيف انصرف معي هالمبلغ. على كل حال أنا بكرة عامل حفلة تكريم لكل العناصر اللي شاركوا معي مع بعض الوجهاء. عزيمة عشاء؟ إيه عشاء. وين بدك تعملها؟ هون بالحديقة. بس الله يرضى عليكي، بدي طالعة تقوم مثل صحون المالقي اللي اجونا من إيطاليا ومعالق الذهب، يعني بدنا نبيض وشنا قدام ضيوفها. ولو أقل منا، تكرم عيونك حبيبي. سعدية. نعم ستي. جيبينا اثنين بوزة ولحقينا فيهم عجنينة. يا اهلا وسهلا فيكم، يا ميت مرحبا. الله يخلينا اياك، الحمد لله يلي شرفنا بنجاحك. الله يبارك فيك يا رب. الف مبروك يا وجيه بيك. مبروك يا رب، قسما بالله انك تستاهل يا اخي. نعم. الله يطول عمرك يا اديب بيك، هذا لطفك. يا سيدي وجيه بيك ابوة ومكسب حقيقي لهالبلد. يعني نحن من زمان ناطرين شخص مثله يمثلنا بالبرلمان لحتى هالشعب يتروحن ويتنفس شوي، يعني تنحل مشاكله. يا سيدي الله يقدرنا على الخدمة العامة. يا اهلا وسهلا. شايف المعالق اللي حاططهم وجيه بيك؟ ايه هدول ذهب حقيقي، يعني عيار 21. شو هالحكي؟ يعني مو مطليين طلي؟ يا حبيبي هدول اصليين، شوف الدمغة. يا سيدي الله يهني ويتم عليه. ايه ومين انتخبته وجيه بيك؟ والله انا انتخبت راتب بيك لانه مالي ثقه بنفسي. بقى شلون انتخبتوني ما بعرف. الحقيقه يا اخوان
أنا بشكركم كل الشكر لتعاونكم وثقتكم، يعني لولا هالثقة الغالية ما كنت طلعت نائب البرلمان. وبوجه الشكر كمان للمعلم حمدو خيزراني وجماعته، ولأبو شاكر الديب يلي أداروا المعركة الانتخابية بكل شرف وأمانة وإخلاص. يعيش وجيه بيك يا! يعيش يعيش يعيش! يعيش وجيه بيك يا! يعيش يعيش يعيش! يعيش يعيش يعيش! يعيش يعيش يعيش! يعيش يعيش يعيش! شو يا معلم حمدو؟ شايفك ساكت لا من تمك ولا من كمك؟ تعبان؟ لا والله معلم، بس شارد شوي. بلا ما تشرد هالليلة، خليك معنا حمدو. على فكرة يا جماعة، حمدو صحيح وشه عابس وقابضه جد دائما، بس ما في أخف من دمه. هات لشوف يا حمدو، طري لنا الجو شوية. أيوة على عيني يا أحلى معلم. أنا كرمال المعلم بعمل كل شيء. هذا من غير اليوم لما كنت أنا بالسجن لأسباب سياسية طبعاً. مظبوط معلم. المهم اتعلمت بعض ألعاب الخفة والقلقلة من ركاب المهجع يلي كانوا معي. طيب ورجينا شي لعبة من عندك. اي والله هذا شي موجود حمدو. على راسي يا معلم، على راسي. مثلا نعم، شايفين المعلقة الذهب؟ شايفين. شو هاي؟ معلقة. شو؟ ذهب. ذهب شو؟ ذهب 24. 24. شوفوا هلا هالمعلقة الذهب وين انا بدي حطها. وين بحطها؟ شوفوا ها وين حطيتها؟ بجيبها. وين؟ بجيبها. ايه وجيه بيك، انت منصوح بجماعتك كتير، لانه مو بس بيمتازوا بالأمانة والشرف وبس، لا وخفيفين دم. لا احد يعترف، الكل يتنصل والكل يتهرب، بل إن جميعهم يلجؤون إلى الإجابات الزئبقية والحلول التوفيقية. لا أحد يريد أن يتصرف، لا أحد يريد أن تسلط عليه الأضواء ويكون محط الأنظار والمساءلة. لا أحد يقر بالتقصير ولا يحب أن ينسب إليه خطأ ما، فكأن هؤلاء المسؤولين في مكاتبهم وخلف طاولاتهم معصومون، حيث لا عصمة إلا للأنبياء. لقد دخل في روع هذا النموذج من المسؤولين بأن تكليف الحكومة لهم بهذه المناصب إنما هو تشريف لهم وخدمة لشخصياتهم الكريمة، ونسوا أن الحكومة قد وضعتهم في مناصبهم لكي يكونوا خداماً لهذا الشعب. وهكذا أعزائي المشاهدين، دخنا بسبب هذه المشكلة مع أهالي حي السبع دوخات ولم نتوصل إلى نتيجة، فأهالي الحي المذكور ما زالوا يعانون من تلوث المياه، ونحن بدورنا لم نتمكن من تحديد الجهة المسؤولة. علنا نحمل إليكم في الحلقة القادمة من برنامجكم صوت الناس الحل والنتيجة. من يدري، فإنه يحدث أحياناً أن تصحو الضمائر الهاجعة لهذا النموذج من المسؤولين فيعي مسؤولياته تماماً كما يعي قبض راتبه وإكرامياته وحوافزه. فإلى اللقاء. مرحبا هيام. أهلين نايم. شو شلون لقيتي الحلقة اليوم؟ حلوة، يعطيك العافية. شايف لها شتك باردة شوي. انت مالك ملاحظ انك تخنتها شوي؟ لا تخنتها ولا رفعتها، هيك طبيعة البرنامج. نعيم انت لازم تكون حذر اكتر من هيك، يعني احيانا عم تشط وتتمادى وتقول رأيك الشخصي بشكل مباشر. ايه، وشو الغلط بالموضوع؟
الغلط انك مفروض تنقل رأي المواطن ورأي المسؤول، مو رأيك الشخصي، وتترك الحكم والاستنتاج للناس مو إلك. انت صاير عم تعلق على آراء المسؤولين وتسخر منه، وهالشي مو لصالحك ابدا. ها كل هالشي ما بهمني انا، بهمني بالنهاية مصداقية البرنامج كيف ما كان يكون، وهالمصداقية هي هي اللي عم تخلي الناس تتابع البرنامج وتحكي فيه. وطالما انا عم بحكي من وحي ضميري معناها ما لازم خاف ابدا. ما بعرف شو بدي اقلك، المشكلة انك عنيد وما بتعمل الا يلي براسك. هلا هيك رأيك فيني انت؟ يا نعيم، انت انسان متزوج وصاحب عيلة، واذا كان العزابي بيعد للعشرة فالمتزوج لازم يعد للمية. ليش انا لقديش عم عد؟ انا شايفة انك ما عم تعد ابدا، وعم تتصرف باستهتار وطيش، وكأنه نحن مو موجودين بحياتك. ولك يا روحي، ايمتى بدك تقيمي هالأوهام من راسك بقى؟ صرت قايل لك ألف مرة إني ما بخطي خطوة واحدة قبل ما أعمل لها 100 حساب. بقى اطمني وريحي بالك. حطينا العشاء. بدك شي غير اللي استني معي؟ لا، بس لا تنسى تمر على اللحم وتوصي على اللحمة. لا ولا يهمك، ما ننسيها. صحيح تذكرت، بدي كفوف للجلي وفيتامينات للزريعة. من عيوني، غيره في شيء؟ لا سلامتك. تذكري؟ لا لا خلص معك. يلا السلام عليكم. الله معك، مع السلامة. السلام عليكم. أهلين وسهلين ومرحبتين. ميت أهلين أستاذ نعيم. شلونك فارس؟ الحمد لله والله. شو هالحلقة الحلوة اللي حطونا إياها امبارح؟ عجبتكم؟ عجبتنا وبس. إيه، اول يجبر بخاطرك وياخذ بيدك فعلا، لانك انت صوت الناس المعتره والمظلومه. شكرا يا ابو فارس، هذا لطفك. بس وينك؟ خليك هيك، ها، وقد ما فيك تقل العيار تقله، لا توفر حدا. انت عمي عم تحكي عن المصلحه العامه، وما حدا بيسترجي الا محل الكحل بعينك. يا سيدي، نحن بنعمل اللي بيمليه علينا واجبنا وضميرنا. ولك يسلم لي اللي خلقك. اسمح لي هنيك على شجاعتك وجرأتك، فعلاً أنت نادر معدنك. لا نادر ولا غير نادر، ليش هو عم بعمل يعني؟ عم بحكي كلمة حق ليس إلا. ولك ينصر دينك على هالتواضع هاد، يا ريت كل الناس مثلك كان الدنيا بألف خير. بس وينك أستاذ؟ دخيل عينك، يا ريت هيك شي يوم تحكينا عن مشاكل اللحمة واللحامين، بركي هالمسؤولين بيطلعوا فينا شي شوي. حكي نحن عنا مشاكل كتيرة، ها؟ إيه قسماً بالله عنا مشاكل بينكتب عنها مجلدات وكتب. إيه ما في مهنة بتخلى من المشاكل أبو فارس. صحيح. إيه سيدي مرني. مثل العادة مفرومة وكبة. على عيني ورأسي، 10 دقائق بتكون عندك. ماشي الحال. مرحبا أستاذ نعيم. السلام عليكم. أهلين وسهلين، الله يسلم هالتم يا رب. والله إنك أبدعت. شو هالحلقة اللي طلعت بالتلفزيون؟ فعلاً عم تفشلنا قلبنا من جوا، والله كأنك عم تحكينا على جرب عدم المؤاخذة. إيه لا، ما وصلت لهون أنت الثاني. إيه وصلت ونص، قال ما وصلت قال. الله يجزيك الخير يا رب، لأنك عم توصي صوت الناس لفوق للسلطات العليا، فعلاً أنت سفيرنا وهي شغلة مو قليلة أبداً. بس بيني وبينك، كل ما تقلت العيار كل ما الناس حبتك أكتر، لأنه شعبنا بحب الفاينة، قصدي النقد. إيه بس مو أي نقد، نحن عم ننقد في سبيل البناء. أكيد ما في شك، ربي يحميك من أولاد الحرام. بس أستاذ يعني ممكن ما تنسونا وتتذكرونا بشي بخمس دقايق ببرنامجكم؟ ما فهمت عليه. يعني ولو أستاذ، يعني ما بطلع عنا خمس دقايق نشرح هموم الخضرجية مثلنا مثل غيرنا؟ تكرم عينك، يلي بتطلبه أنا جاهز. روح ربي خليك لأهلك، لكن بكرة أنا بيجي لعندك وبنشرب لنا فنجان قهوة بمعيتك وبحكي لك على هموم الخضرجية كلياتها. على عيني، على عيني، تكرم. السلام عليكم. اهلا استاذ نعيم. يا ميت مرحبا. اهلا بالبطل، فعلا انك بطل مو مجامله، لانه عم تحط ايدك على الوجع وعم تكشف الغلط بدون ما تاب حدا، يعني عدم المؤاخذه. واحد غيرك كان قال شو بدي بوجعة هالراس وشو بدي بهالشغله، الف عين تبكي ولا عين امي تبكي. اما انت ما شاء الله حولك،
ما بتسأل عن حدا بنوب؟ لا مو قصة ما بسأل عن حدا. أنا بعرف أنا ما عم بتطاول. بعرف شو بدك تحكي أستاذ، بس بتسمح لي أسألك سؤال؟ إيه تفضل. ليش المذيع اللي قبلك اللي كان مستلم نفس البرنامج ليش ما كان يحكي مثلك؟ الحقيقة أبصر، ما يعني ما بعرف شو كانت ظروفه. ظروفه واضحة، بده يقبض معاشه ويمشي، بينما أنت لا، عم تشتغل من قلبك وبوحي من ضميرك وبترجاك، وهات لبوس إيدك إنك تضل هيك وما تتأثر بحكي حدا أبداً، لأنه مو حلو أنت عم تطبطب على الغلط وعم تمدح التقصير. أي طبعاً طبعاً، لأنه فعلاً إذا خففت حدة لهجتك تخفيفها رح نزعل منك كتير ورح نعتبرك بعتنا. يعني في ناس بيقولوا لك إنه الشعب ما بيجي إلا بالعصاية، أنا بقول لا، الشعب مو هيك، إنما بعض ال... لا سيدي خلينا ساكتين أفضل. وليش هي خايفة عليك كل الأد أنت؟ يو شبكي ماما، جوزي شلون ما بدي خاف عليه؟ شو بده يصير له يعني؟ شو بده يصير له قاد؟ ممكن يصير له كتير. يا ستي لا تخافي عليه، بيكون مدبر حاله إن شاء الله. فكرك رح يحكي كل الحكي من عنده؟ منين لك؟ قصدي بيكون مسنود من فوق، يعني لو ما كان مسنود وركز وضعه إيه ما كان استرجع يفتح تمه بكلمة واحدة برات الطريق. جوزك وبعرفه جبان وخويف، إيه بيخاف من خياله. إيه بس هو بعمره ما جاب لي سيرة إنه مسنود أو مدعوم. طبعاً ما رح يجيبها سيرة مشان يطلع قدامك بطل ونحنا نقعد نزقف له ونطبطب له. جاي تعلميني على جوزك؟ يا ريت يكون كلامك صحيح يا ماما، فكرك بزعل يعني؟ ولك أوف أوف منك أنت من طول عمرك حوبة. لقاءات، مناقشات، اجتماعات، لجان تعقبها لجان ولا حلول، والمشكلة دائما تضيع بين زحمة اللجان وانشغال المسؤولين وتراكمات الوعود التي لا تسمن ولا تغني من جوع. أهالي حي سبع دوخات ما زالوا ينتظرون الحل السحري الذي يمكن أن نقدمه لهم، وأهالي كفر البطيخ يستغيثون ويشتكون من تدني أسعار البطيخ، أما أهالي كفر العواميد فيعانون من اهتراء العواميد وسقوطها على رؤوسهم. وفي شعبتنا أيضاً سؤال عن تعديل نظام الضرائب، وتساؤل عن تعديل قانون الإيجار، وعلامة استفهام عن أحدث الطرق في تسجيل سيارات البيك أب، وإشارة تعجب حول فواتير الهاتف وأخطاء الكمبيوتر. سيداتي سادتي، لإلقاء الأضواء على كل ما ذكرنا انتظروا حلقتنا القادمة، وإلى اللقاء. شو شباب؟ تمام؟ شو رأيكم؟ حلو، بس بدي أسألك سؤال. على عيني وعلى رأسي. بتجاوبني بصراحة؟ ايه تفضلي ولو. انت من مين مسنود؟ يا سيدي حلقة مبارح بتعبي المخ تمام، صدقني اني سلطنت سلطني وانا عم بتفرج عليها. لا والنهفة انك ما خليت حدا من شرب وهاجمت الكل. لا مو الكل، انا فقط هاجمت الموسيقين والمخطئين. انا هيك قصدي. الله يعطيك العافية ويخلينا اياك يا اخ نعيم. اذا بتضل ماشي على هالمنوال برنامجك رح يصير من اقوى البرامج بالمحطات العربية. طبعا لازم يضل ماشي على هالمنوال لانه الجماهير العربية حطت ثقتها فيه. سمعان اخي نعيم، ثقة الجماهير العربية امانة برقبتك، وانت ما لازم ابدا تتخلى عن الناس. ها وطريقك ها طريق روحه بلا رجعه. قصدي انه لا تراجع عنه ابدا. صحيح يا سيدي، الله يقدرنا على فعل الخير لخدمة هذا الوطن. اهلين نعيم، شو هالحكي؟ امتى؟ طيب ليش ما قلت لي من الاول؟ إيه بس انا هيك بدي انشغل بالي عليك كتير. لا ما رح اضل بالبيت، رح اروح لعند امي. ايه وامتى بترجع؟ مو معروف امتى؟ ماشي الحال. طيب طيب حبيبي، الله يسهل لك ولا يضرك يا حق. مع السلامة.
شو يا؟ صرنا يومين ثلاثة ما شفنا الأستاذ نعيم، شو قصته يا ترى؟ لك حتى حلقته مبارح بالتلفزيون ما حطوها. شو هالحكي؟ ايه معناها في إلنا بالموضوع. مو بس إلنا، في إلنا ولكننا وحيثما، هذا أكيد دقوا فيه ما في كلام. ايه طبعاً معلوم بدهم يدقوا فيه، لأنه صار يتبغدد عليهم كتير، بلش ينقر وينغم ويطاول شمال ويمين. مفكر حاله إنه رح يصلح الكون حضرته. الله يصلحه ويهديه. أخي أنا متوقع له هيك نهاية. مو معقول يسكتوا عنه بعد كل الحكي اللي حكاه. الشغلة بالعقل. أخي مدوله مدوله وغضوا النظر عنه هيك لحتى فلت الزنبرك تبعه وصار بده تعيير من جديد. قلتك أكيد هلا بيكون عم يركبوا له زنبرك جديد. السلام عليكم. وعليكم السلام. إيه تكرم عينك. بإذنك أخي. خذ راحتك. لا مو بس هيك، الموضوع أخذ منحة تاني، يعني بالقلم نشرح صار نقده هدام، ما حد نقد بناء وموضوعي. الأخ مفكر لي حاله دون كشوت عصره، والبرنامج صار فيه إساءة وإهانة وتجريح بالمسؤولين أكتر مما يجب. أخي هدول المسؤولين شو ما كانت مناصبهم، بس إلا ما يكون في مين داعمهم. يخرب بيته، يخرب بيته على هالعملة. يا ما نصحناه بس ما كان ينتصح، عبس. صحيح، يا ما حاولنا نرضعه بس ما كان مرتدي. ركب راسه على الفاضي. يا سيدي حركش بالحمى لحتى دقته البردية. المسكين طاش حجره ونعمى على قلبه وما عاد شاف قدامه. أخي هي عقدته الغرور. الزلمة كبر راسه كتير. الإنسان لازم يكون حكيم ومتوازي وخصوصي بهيك أمور. الله يصلحه ويهديه. هو هيك طبعه. طايش ومتهور وما بيحسب حساب لشي. نعرف مين أخذوا الأستاذ نعيم؟ لا والله لحد هلأ مو معروفة وين أراضيه. الله يستر يا رب. يعني كمان هو الله يصلحه شو بده بطولة لسانه كتر الحكي؟ إيه أنا بعرف. لا ومشكلته إنه عنيد ومخه يابس وما بسمع من حدا. أخي تكبير راس لهالدرجة مو حلوة أبداً. مزبوط. بعدين كل إنسان لازم يعرف وين حدوده. السلام عليكم. استاذ انعام، استاذ نعيم. شو بكم؟ شو بكم تبلكمتوا وقت شفتوني كأنكم شفتوا شي جني؟ لا لا ابدا استاذ. ليش حتى تبلكم؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رب. يعني الحمد لله على السلامة استاذ. ألف الحمد لله على السلامة إن شاء الله. شو أنت طالعوك استاذ؟ منين بدهم يطالعوني؟ بيقصد امتى كاد القدوم؟ حمد لله انه زمان ما شفناه. والله اليوم وصلت من السفر. شو؟ اجتني سفره مستعجله على كرواتيا مشان اشترك بمهرجان اذاعي. يعني الاسبوع الماضي استاذ كنت بكرواتيا؟ وين بدي اكون لك؟ ببيت خالتي. والبرنامج شو ليش ما طلع البرنامج تبعك؟ الحقيقه برنامجي توقف اثناء غيابي، بس بكره رح ابلش بتسجيل حلقه جديده. ها ايوه ايه هلا فهمت عليك. وشو طبيعه هالحلقه يا ترى؟ بدي هاجم القطاع التجاري بالبلد وبدي اتعرض لقانون الاستثمار رقم 10. ايه والله بتعمل زينه العيل. وينك استاذ؟ لا تهون مع حدا ابدا ها، وكلمه الحق لازم تنقال ولو على قطع رقبتك. روح الله ياخذ بيدك وينصرك على كل عداك. امين يا رب.